السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء لقناة سي سي تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري من مدينة العرائش في الجولة الصباحية. متابعين الأوفياء، جمعة مباركة لجميع متابعي الأوفياء لقناة الشوف تي في. هذا اليوم جميل ورائع كذلك متابعين الأوفياء، لأن جو بارد بمدينة العرائش، إن شاء الله يكون يوم ممطر. أكيد متفقين الأوفياء، أتمنى أنه يكون يوم البركة ويوم الخير على جميع المتفقين. مرحبا بالمتفقين الأوفياء ويسعد الصباح لجميع المتفقين الأوفياء لقناة شوف تي في. الجولة الصباحية من مدينة العرائش للمتسكنين الأوفياء. تجد الرياح قوية الآن في مدينة العرائش، يوم ممطر. أكيد المتسكنين الأوفياء يوم ممطر، لأنه يسعد الصباح للجميع بقناة شوف تي في. يوم مبارك، جمعة مباركة جميعا في الأوفياء. تحية لمتابعي الأوفياء سواء داخل أرض الوطن أو من خارجه. السلام عليكم عزيز، مرحبا بك يا عزيز. أخي مرحبا بكم، مرحبا بك وعليكم السلام، ومرحبا بجميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في في الجولة. الجولة الصباحية متابعين الأوفياء، أنا أتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. الجو بارد كما كتشوفوا، السحاب وقطرات مطرية قريبة إن شاء الله، وغادي يكون يوم ممطر إن شاء الله. أتمنى أنه يكون يوم الخير والبركات. هذا اليوم العظيم وجمعة مباركة جميع المتتبعين الأوفياء سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. إذن المتتبعين الأوفياء، كامل الأجواء في المدن اللي كتنتمي ليها، واش كاين شي برد؟ واش الشتا كطيح؟ واش الجو بحال هنا في العرايش؟ واش الجو مشمس؟ كاملة متابعين الأوفياء الأجواء في المدن اللي كتنتمي وليها. إذا أتمنى السلام لجميع المتابعين الأوفياء، ويوم مبارك لجميع متابعي قناة شوف تي في. يوم عظيم، أنا كما قلت متابعين الأوفياء جو بارد ويوم ممطر، قطرات الخير قطرات مطريات على مدينة العرائش. إذا نتمنوا جمعة مباركة لجميع المتابعين الأوفياء في هذا اليوم المبارك واليوم الجميل. أنا شكرا للمتابعين الأوفياء سواء من داخل الوطن أو من خارجه في هذه الجولة الصباحية في اليوم العظيم والمبارك. في اليوم كما كتشاهدوا فينا الرحلة، اليوم ممطر. أكيد المتابعين الأوفياء من المقبرة زوار المقبرة وعلى جميع موتى المسلمين من الأوفياء، الله يرحمهم أكيد ويرحم موتانا. الحمد لله وشكر لله. مرحبا بك هاي، ومرحبا بالمتابعين صفروا، مرحبا بالناس اللي صفروا، مرحبا بالمتابعين الأوفياء جميع المدن المغربية. كتشهدوا رياح قوية الآن كتوجه الآن المقبرة، جوار المقبرة، الله يرحم موتانا.
الشلون يمتوا فيها مباشرة من مدينة الجولة الصباحية، الجولة الصباحية واليوم المبارك، وتحياتي للمتابعين في القناة شوف تي في.